طبعا ونتائجها رائعة، لأن إحساس استخدامها في البق أعلى بكتير من إحساس التركيبات الثابتة كمان. دكتور عم، عاوزين نعرف إيه السن المناسب والحالة الصحية لمريض الزراعة؟ السن المناسب لمريض الزراعة دلوقتي ما بقاش السن المناسب، أهم حاجة يكون عدى ال 15 سنة، فوق ال 15 سنة. يعني بيقول مثلا متوسط السن المناسب هي 16 سنة. بالنسبة للحالة الصحية، أي حد دلوقتي ممكن يتعمل له زراعة عن طريق، بس على شرط ان هو يكون كنترول. يعني ايه كنترول؟ يعني لو مريض سكر، يعني كان في اول كان يقول لك لا مريض سكر تعمل له زراعه، لا مريض سكر تعمل له زراعه عادي خالص طالما هو كنترول. يعني ايه كنترول؟ يعني مظبط سكره، تحاليله مظبوطه وانت مطمن على تحاليله، اعمل له زراعه عادي خالص. اي مريض تاني عنده اي حاجه مزمنه برضو عن طريق ان انت بتاخد احتياطاتك وبتاخد وبتعمل اجراءاتك الصح علشان خاطر تكون متابع حالته الصحيه، او على تواصل مع دكتور هو بيتابع معاه في حاجه مزمنه على طريق ان انت هو متاكد ان هو مظبط حالته الصحيه، يتعمل له زراعه عادي خالص بدون اي مشاكل.